بغا ندير سلام الله عليكم بدا ديما ريبونس لي ريبونس لي غريسي جو بونس بالنسبه للتشكيله اللي كانت اليوم اللعبة اللي عندهم دو اون سي بيرتينامون كو لو ماتش ديرني اللي كنا لعبنا مع نفس الخصم خاصم ماشي سهل واللي كان قصانا في كاس العرش باخطاء بسذاجه ديالنا لانه حنا ذاك الماتش ما ماشي الفريق هزمنا حنا خسرنا راسنا ملي كتشوف انا واخا نرجع شويه لوقت غادي يرجع ليك السؤال ديال الفلسفه التكتيكيه ديال الاخ اللي سولني كتشوف انا tu prends des balles arrêtées l'autre fois tu prends à 10 minutes tu défais par 2-0 sur des balles arrêtées sur un penalty دونك يعني ما كانش ما خديناش شي حاجه سور ديفونس جوي ما خديناش شي حاجه الوغ كو حنا سيدنا المقابله وسجلنا هدف وكان كان هذا كان تكون كلام اخر هذاك سي ان سيناريو سي اون فيزيونومي دابا اكتوالمون سي لو شامبيون لو شامبيون البارح بكل صدق ما دانيش منعش بزاف لانه عرفت انه كاين شوائب كثيره كاين صعاب كبيره الى انضبط بواحد العين عارفه والعين ديال الواقع حقيقه حقيقه هو اننا عشنا واحد مخاض عسير هذا الاسبوع هذا اللي فات لانه لاعبين مشتو بانه لاعبين ما تدربوش خمسه ايام ليس بالسهل خمسه ايام انا عطيت دابا في الفيستير راني كنت اون ديسكسيون مع لي جوار قلت لهم هل هذاك تعذبنا بزاف واحد لي 20 مينوت تالي تعذبنا كاع كاين اللي حط سلاح هنا تيتبين بانه الله تبارك وتعالى كيجازي اللي كيعمل عندنا مشاكل كاين طرق اخرى باش انك الواحد يبين على الغضب ديالو ولا عدم الرضا ديالو ولا الاحتجاج ديالو طرق حضاريه ولكن باش نقطع ذاك الزاد ولا لينيرجي ديالي نوقفها راه كنخون راسي انا ما يمكنش حنا دابا في 2022 وكنشوف انا الدرب ماشي هذا هو الشكل باش كنحتجوا خصنا نحتجوا بطرق معقوله نديروا شارات نديروا نتدربوا ان اليوم لو انه ما جريتش وما تبحبحتش واحد 20 مينوت 25 مينوت دارني انا كنا يمكننا ناخذوا اصابه اخرى ديال التعادل انما الحمد لله لانه فعلا فريق الخصم صعيب والظروف ديالنا كانت صعبه جدا وما اشتغلناش بما فيه الكفايه والخاص بالجانب البدني تبين علينا بجلاء على انه اون بيردو بوكو دو نو زينيرجي في الفان دو ماتش دونك جي في اون سورت باسكو غاردي لو ريزولتا غاردي كوت كوكوت كيلك سوا لا فاصون حيت كاين بزاف غنتفقوا كاملين لا حد فينا ما يتجادل معنا بانه نزلنا شويه لو ريتم اون سوبي مي ديو ميرسي اون سوبي اون مونكيس با لان حتى البيت اللي خدينا بشكل راه كان راه هضرت مع الناس لانه ما ندخلش في التفاصيل التقنيه محضه لانه حتى ذاك الاصابه ما كناش ناخذها انما ميرسي ديو ميرسي الحمد لله لانه تا تو بوان تري تري فالورو تري بيزون في لا بالونس ديال هذا لا كونتابيليزاسيون دو شامبيون مع لي زيكيب اللي كاينين خصنا نشتغلوا خصنا نزيدوا قدام في شي عمل فيما يخص السؤال ديال بوخنفر فالاطباء الان توجهوا للنصحه باش انهم يشوفوا شنو كاين يديروا لي راديو نيسيسير وانسي تسويت وتمنى الله يكون في حاله جيده فيما يخص واش تعلمت الدرس كنعتقد انه الانسان اللي عنده 30 عام في المهنه ما يمكنش غادي يتعلم الدرس دوتون بليس اون في اون دوفيان بليت عرفت شنو بليت بي ال تي هو كتكون كتختل دونك جو با بارلي انا نكون ايغو سنتريك نكون هذا ولكن كاين شويه ديال الحدود ديال الاحترام لانه الانسان ملي كيكون 30 عام ما تقولوش تعلمتي الدرس الدرس تعلمناه لانه حنا كنعطيو الدروس للناس ولو افيك بوكو جو سوي امبل ما يعنيش انسان كيكون متواضع هو ضعيف بالعكس لانه هذه ماشي وقاحه تكتيكيه دابا الاخرى ماشي وقاحه تكتيكيه
هذه فلسفه الناس كيجيو يقرا. وخير دليل هو انه المدرب اللي كان ذاك النهار واللي كان اليوم هو استاذ في المستوى الرفيع راه قال لكم شنو كيتقال شنو كيقولوا لي كوليك كون اون فو سافوار لا كاليتي ديال الانسان. الا بغيتي تعرف طبيب ما كاينش تسول النجار كتسول الطبيبات الاطباء كيقولوا لك هذاك مجهد حيت الكوليك ديالهم كيعرفوا المهنه واحد اخر ما يعرفش. دونك يعني اتر امبل ماشي يعني يكون ضعيف. لذلك فانا كنسامحك على كتبعض المرات كتطلق الكلام على هواء الهيه خص الانسان دابا ما ندخلش في مجادله انا وياك. انا كنجاوبك على الفلسفه وعلى الدرس. انا ما كاينش اللي يعطيني الدرس وما ناخذش الدرس. تفضل. ما ناخذش الدرس وما عنديش من عند من ناخذ الدرس لانه انا كنعطي دروس. انا جو انا انستركتور كاف. انا كنعطي الاطور دوليا وافريقيا دروس يعني. ولكن انا امبل انا اضطرب رجل ديال الناس. ولكن اذا كان واش تعلم الدرس ولا ما تعلمش الدرس ما كنعطيك حتى شنو الدرس اللي كتاخذ. بريف يا تي لي نطر كيسيون استسمح استسمح لانه بعض المرات سمحوا لي يا اخو سمحوا لي لانه بعد انا دوزت راكم كتعرفوني كاخ ديالكم كتعرفوني كان عندي اعتزاز بكم كامل صحافه مكتوبه مرئيه مسموعه كل شيء لا صعيد الاقليم اللي كنهز به واللي انا كنعتبر راسي منه يكون كامل الناس اللي هما دي تونور ديال لا بريس انا موجودكم كلكم حدايا والناس اخرين اللي توفى الله يرحمهم اللي مازالين كاينين وهذا الشيء دائما كان الاحترام وكان التقدير وكان الاسياء. انما بعض المرات راه فوق طاقتك لا تلام. راه بعض المرات الواحد الى ديبوردا واحد لا لين غوج وبور دي شوز اللي هي الواحد خصو يشوف كاين اون غلاس دو رياليتي المرايه الا كانت عوجه راه كتشوف الحقيقه عوجه كتشوف وجهك مبومبي ولا شي حاجه. كاين شي واحد كيحسب هذيك هي الحقيقه هو راه خاطئ كيشوف. شوفوا انتم اون غلاس بومبي ديروا ولا بلاص كتشوف اما كتشوف راسك ديفورمي لا غلاس الا كانت مزيانه راه كتشوف لا رياليتي. كاين الانسان اللي كان مبتدئ في المهنه معكم ما معطيش دروس خصو يتعلم من الناس الكبار ويكون رزين وما يبقاش غير يكلح ويبقى يهضر في المسائل اللي هي نيجاتيف ويتسنى لو مومون اوبورتان باش شو سميتو باشياء اللي هي شنيعه وساقطه. وكنعرف اش كنقول وكنوزن هضرتي السميح ماشي ليكم وخير وكذا ما قاله عنك المدرب السابق. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.